سندويشك حبيبي؟ ليش أسمر؟ لأن حبة كاملة بعكس الخبز الأبيض المحذر من الحبة البيضة. ها؟ الأغذية اللي تحتوي على المكونات الثلاثة الطبيعية نسميها حبة كاملة، كأن ميسي ورونالدو وروني يلعبون في فريق واحد. في قلب الحبة بذرة غنية بالفيتامين والمعادن المفيدة، وهي مصدر الحديد اللي يجنبنا التعب، وبداخلها النشويات اللي تعطينا الحيوية، ومن الخارج النخالة الغنية بالألياف اللي تسهل عمليات الهضم. أما الحبة البيضة تحتوي بس على الجزء الداخلي، يعني تخسر الفوائد الثانية. واو، يعني كأنها الريال ويونايتد وبرشلونة في واحد. أيوة، عشان كذا أختار لقائك نسكويك لفطورك، لأنها محضرة من الحبوب الكاملة.